السلام عليكم. روسيا أدخلت واحدة من أخطر السفن الصاروخية الخاصة بها إلى الخدمة، وذلك من أجل توجيه ضربات موجعة لأوكرانيا في الفترة القادمة. طبعا تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وكالة تاس الروسية يوم أمس عن هذه السفينة، وكان هنالك احتفالا كبيرا في كيرش، في مضيق كيرش تحديدا في إحدى الموانئ الموجودة هناك. وطبعا هذه السفينة هي يطلقون عليها تيسكيلون أو سفينة الإعصار الصاروخية الخاصة بروسيا. 25 عاما لهذه المصانع تعمل في كيرش لكي تأتي هذه السفينة وتظهر أمامنا بهذا الشكل، وبالتالي احتفال رسمي لدخولها طبعا إلى الخدمة. وهذه قضية مهمة جدا بالنسبة لروسيا، لأن هذه السفينة ستحل محل هذه السفينة المهمة للغاية، وهي سفينة موسكوفا التي طبعا تمكن الأوكرانيين من ضربها بهذا الشكل في البحر الأسود بصاروخين من صواريخ نبتون، وأغرقوها بالتمام والكمال، وكانت تعتبر خسارة كبيرة بالنسبة لروسيا. وهايساتن.com كان قد حدد بالضبط أين تمت الضربة وأين غرقت بالضبط هذه السفينة التي ترونها بهذا التحليل. وببساطة والخلاصة هي موجودة هنا، إذا ما اقتربنا منها واقتربنا من هذه الصورة ستلاحظ بأننا هنا أمام جزيرة الأفعى، وهذه هي أوديسا، أي بما معنى أن هذه الأراضي الأوكرانية هنا شبه جزيرة القرم، وبأن السفينة كانت قد غرقت هنا بالضبط بعد أن استهدفها طبعا الأوكرانيين. وبالتالي كما تحدثنا كانت خسارة ليست بالسهلة لروسيا، وبالتالي سفينة الإعصار التي نتحدث عنها هي جاءت بالضبط لتحل محل هذه السفينة ولتقوم بأدوار مهمة للغاية في الفترة القادمة. وخاصة عندما تلقي نظرة على هذه السفينة التي تراها أمامك بهذا الشكل، فهي نوعا ما نسبيا أصغر من موسكوفا كما تلاحظون، وهذا يجعلها أسرع، قادرة على التحرك بسرعة، على التخفي، على التوقف في عدد من الموانئ، أي بما معنى لديها مرونة أعلى من سفينة موسكوفا التي طبعا غرقت في البحر الأسود كما تحدثنا. وهذه السفينة لديها إمكانيات عالية للغاية، روسيا تستطيع وضع هذه السفينة في أي نقطة في أي منطقة من البحر الأسود، وقادرة على إطلاق صواريخ الكروز وقادرة على إطلاق صواريخ الكاليبر لتستهدف طبعا الأراضي الأوكرانية والبنى التحتية الأوكرانية بكثافة عالية للغاية. كذلك بأن هذه السفينة لديها إمكانية مهمة للغاية، إمكانية الأنظمة الدفاعية الجوية، لديها منظومة دفاعية قادرة على الدفاع عن نفسها، بل إنها أيضا قادرة على الدفاع عن النقطة التي تقف على سبيل المثال أمامها، إن كان ميناء، إن كانت أرضا، إن كانت نقطة معينة. وبالتالي قادرين الروس أن يضعونها مثلا أمام شبه جزيرة القرم بهذا الشكل، وبالتالي توفر حماية ليس فقط لنفسها أو للسفن القريبة منها، بل أيضا إلى شبه جزيرة القرم في نقطة معينة. وبالتالي إن كان هنالك هجوما بالطائرات المسيرة كما تقوم أوكرانيا بين فترة وأخرى على شبه جزيرة القرم، ممكن جدا لهذه السفينة أن تحدث الفارق على المستوى الدفاعي وليس فقط على المستوى الهجومي. كذلك في نفس الوقت بأن الآن القوات الروسية وفي هذه الفترة تحديدا تقوم بهجمات مكثفة على جزيرة الأفعى وكذلك على أوديسا، وكانت هنالك في حقيقة الأمر أسباب للهجوم على جزيرة الأفعى، وقد تم الإعلان عنها يوم أمس طبعا بسبب زيارة قد قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبجانبه هنا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بودانوف زار جزيرة الأفعى في 7 يوليو من هذا الشهر بالضبط، وقام بعملية استذكار طبعا المقاتلين الأوكرانيين الذين تمكنوا من الدفاع عن هذه الجزيرة وإعادة السيطرة على هذه الجزيرة، وظهر بهذا الشكل. طبعا بعد 3 أيام هم قاموا بعملية نشر هذا التصوير، والروس بدأوا بمهاجمته، وأكدت الأوساط الروسية بأن القوات الروسية، الطائرات الروسية، الدرونز أو الطائرات المسيرة الروسية أيضا هاجمت بعنف هذه الجزيرة، وكذلك برافادا أيضا الأوكراني كان قد اعترف بأن الروس قاموا فعلا بهجمات عنيفة ولا زالوا يقومون بها على جزيرة الأفعى. وطبعا أيضا في نفس الوقت بالنسبة لأوديسا تستهدف بالطائرات المسيرة بطائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية، وزارة الدفاع الأوكرانية اعترفت العديد من المدن الرئيسية، واحدة منها أوديسا، تتعرض إلى هجمات بهذه الطائرات. وكما تلاحظ هنا في 12 يوليو
وفي 13 من يوليو، أي بما معنى اليوم، كانت هنالك الكثير من هذه الهجمات. نعم، الدفاعات الأوكرانية تسقط العديد من هذه الطائرات، ولكن في نفس الوقت طائرتين ثلاثة تسقط على مبنى أو مبنيين أو نقطة للطاقة أو مولدة للكهرباء أو غيرها، تحدث فارقا عندما تسقط بكل تأكيد وانفجارا كبيرا. وبالتالي هنالك ضغط كبير على أوديسا. قد يعتقد البعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وضعوا الكثير من الضغوط على إيران لكي لا تتمكن من الحصول على القطع التي تمكنها من صناعة هذه الطائرات المسيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على سبيل المثال على إرسالها إلى روسيا في المستقبل. المشكلة اليوم، الوول ستريت جورنال كانت قد كشفت في حقيقة الأمر أن الإيرانيين بدأوا بتصنيع أو إعادة تصنيع القطع التي كانوا يتحصلون عليها كهندسة عكسية على سبيل المثال بهذا الشكل كما ثبتتها الوول ستريت جورنال. وبالتالي المصانع المحلية الإيرانية قادرة الآن على تصنيع طائرات مسيرة وتفادي كل العقوبات التي ممكن أن يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب، لأنهم الآن قاموا بهندسة عكسية للقطع الخاصة بهذه الطائرات المسيرة. وحتى أن الوول ستريت جورنال اليوم قالت تلعب الطائرات بدون طيارة الإيرانية دورا رئيسيا في استراتيجية روسيا. وعلى هذا الأساس القصف الذي يعملون عليه طبعا الروس في هذه المنطقة مع دخول هذه السفينة هي تعتبر مسألة خطيرة للغاية. لماذا؟ لأن هذه القصف الذي يأتي على جزيرة الأفعى هو يفتح لهم الباب لعملية السيطرة عليها. وكما نعلم إن ما تمت السيطرة على هذه الجزيرة من قبل القوات الروسية مع وجود هذه السفينة التي سنترقب طبعا طبيعة العمل الذي ستأتي به هذه السفينة بكل تأكيد والذي ستعمل عليه، السيطرة على جزيرة الأفعى هنا يفتح الباب للقوات الروسية للقفز طبعا إلى الأراضي الأوكرانية، سيهدد مباشرة أوديسا وتفتح الباب لهم السيطرة على أوديسا وهنا إقليم ترانسنيستريا الذي تتواجد فيه العديد من القوات الروسية كقوات حفظ سلام، أي يفتح لهم الطريق أيضا لتعزيز تواجدهم ضد مولدوفا، وهذا يفتح الباب لهم أيضا على عملية أن تكون أو يكون لهم منفذا تجاه أوكرانيا. وطبعا كما نعلم هنالك قوات روسية موجودة في بيلاروسيا، قوات فاغنر وغيرها، أي الخطر قادم على العاصمة، بالإضافة إلى إمكانية وما يمتلكونه من كل هذه المناطق التي يسيطرون عليها. وبالتالي الروس فجأة ممكن أيضا أن يجدون أنفسهم يسيطرون على خيرسون، ميكولايف وغيرها، وبالتالي تتحقق ويتحقق نجاح كبير في هذه العملية العسكرية بالنسبة لهم. بالتالي هذه السفينة ممكن أن تلعب أدوارا مهمة لمثل هذا المخطط في الفترة القادمة، ويغلقون تماما كل المنافذ المائية على أوكرانيا بهذا الشكل بالسيطرة على شمال البحر الأسود. ولكن هذه السفينة أيضا يجب أن ننتبه بأنها مكشوفة للغرب، مكشوفة بالأقمار الصناعية، ممكن أن يعرفون أين مكانها ويستهدفونها. نعم قادرة على دفاع عن نفسها ولكن هي مكشوفة. إذا ما ذهبت بالقمر الصناعي إلى مضيق كيرش كما تلاحظون وقمت بتمشيط هذه الموانئ، واحدة من هذه الموانئ التي ستراها هنا، وهذه الصورة تعود إلى الشهر الماضي طبعا، وتقترب بهذا الاتجاه من هاتين السفينتين ستجد أمامك نفس السفينة التي نتحدث عنها، سفينة الأعصار حاضرة أمامك طبعا، وبالتالي هي مكشوفة. ولكن هذا لا يعني بأن الأوكرانيين سينتصرون وسيضربون هذه السفينة وغيرها، لا أبدا، الأمور لا تبدو بخير بالنسبة للأوكرانيين في الفترة القادمة، وذلك للعديد من الأسباب. أولا أن طائرات F-16 الآن ستتأخر بحسب ما صرح به اليوم وزير الخارجية الأوكراني، قال ستتأخر طائرات F-16 حتى نهاية شهر مارس عام 2024 لكي نراها تحلق فوق الأراضي الأوكرانية وتضرب طبعا الروس، وبالتالي هم بلا قدرة على المستوى الجوي مقارنة بالروس، والروس سيستمرون بعملية طبعا الهيمنة الجوية على الأوكرانية حتى نهاية مارس في عام 2024. أيضا في نفس الوقت صحيح أن كانت هنالك الكثير من الضمانات الصاروخية والدعم لأوكرانيا في قمة الناتو التي تمت في ليتوانيا، ولكن المشكلة الحقيقية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فشل في الحصول على دعوة لأوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، وذلك بسبب اعتراض العديد من الدول، أهم هذه الدول هي طبعا هنغاريا، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بنفسها. وهذا يعني بأننا لسنا ملزمين بك يا زيلينسكي في مسألة الناتو، ليست هنالك دعوة، أنت لست في الناتو، نحن نساعدك في هذه الحرب. بالتالي هنالك خطر لتوقيف مسألة الدعم لأوكرانيا
في أي وقت ممكن أن نراه، ممكن في أي لحظة يتوقف هذا الدعم، خاصة أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعيش في أحسن ظروفها على المستوى الاستراتيجي والخزينة الاستراتيجية النفطي، وكانت هنالك تفاصيل قد نشرت يوم أمس بهذا الشكل أكدت بأن الاحتياط الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة الأمريكية قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس عام 2009 أو 1983، وبالتالي ارتفع طبعا هذا الخزينة الاحتياطية النفطي في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهذا الشكل كما تلاحظون، ولكنه انخفض بشكل كبير مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بسبب الحرب، بسبب انقلاب السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية كان مضطرا لاستخدامه، وهذا من المفترض أن لا يستخدم إلا في حالات الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا هو ما يحدث، وهذه تعتبر علامة خطرة على الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى تحافظ طبعا على مكانتها، وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس ضامنا مكانه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية حتى نوفمبر من عام 2024 أي العام القادم، لأن دونالد ترامب أو رون دي سانتيز أي واحد منهم ممكن أن يواجه دونالد جو بايدن، من الممكن أن يضعون وأن يشكلون خطرا حقيقيا على وجوده كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس واضحا كيف لهذا الدعم أن يستمر لأوكرانيا في هذه الحرب، وتبدو طبعا بكل تأكيد بأن هذا الصيف، ويبدو هذا الصيف الحالي هو أهم فرصة والفرصة الوحيدة لأوكرانيا لكي تحقق التقدم الذي هي بحاجة لتقديمه أو للوصول إليه ضد القوات الروسية حتى الشتاء القادم، تبدو هذه الفرصة الوحيدة التي يمتلكونها، وطبعا هم الآن أصبحت بأيديهم القنابل العنقودية التي من الممكن أن تلعب دورا فعالا في الأشهر وفي الأسابيع القادمة، فقد أكدت اليوم CNN الأمريكية بأن الأوكرانيين تسلموا هذه القنابل وأصبحت بحوزة الأوكرانيين، ولكنهم لم يستخدمونها حتى هذه اللحظة، بالتالي قد تكون هذه واحدة من أهم الفرص للأوكرانيين لتحقيق ضربات على الخطوط الدفاعية الروسية لكي يستطيعون من تحقيق نتيجة حقيقية في هذه الحرب. لكن أيضا يجب أن ننتبه بأن الروس يخوضون خطوطا أو يخوضون معارك دفاعية ناجحة ضد القوات الأوكرانية، فعلى سبيل المثال إذا ما ذهبنا إلى واحدة من أخطر الجبهات على الإطلاق وهو ما يأتي هنا على سبيل المثال في هذه النقطة تحديدا في أوريخيف، هذا الخط هو الأخطر لأنه يجعل الأوكرانيين إذا ما حققوا أي نجاح أن يتقدموا إلى توكماك، إلى ميليتابول، إلى بيرديانس كذلك، وبالتالي هذا هو أخطر خط على الإطلاق، الروس يدافعون بشكل ناجح حقيقة وبنجاح عالي وبفعالية عالية في هذه المنطقة من طبعا الهجمات الأوكرانية بكل تأكيد، وطبعا إذا ما الآن ألقينا نظرة على هذه المنطقة في آخر الإحصائيات كما تحدثت طبعا وفي آخر الأنباء التي صدرت من معهد دراسات الحرب وحتى من طبعا ريبار الروسي، كان قد أكد عن عملية تقدم للقوات الأوكرانية تمت باتجاه روبوتنا، لاحظ عملية التقدم إذا ما ألقينا نظرة بهذا الشكل ستلاحظ التقدم للقوات الأوكرانية، وهنا نحن في التاريخ 11 من يوليو كما تلاحظون، وهنا 13 من يوليو تمكنوا من الوصول والتقدم في روبوتنا في هذه المنطقة وأصبحوا يشكلون خطرا على هذه المنطقة، والسيطرة على هذا الطريق هو الذي يفتح الباب للوصول إلى توكماك التي رأيناها الآن، ولكن أيضا في نفس الوقت القوات الروسية كانت لها ردة فعل سريعة وقامت بعملية توجيه ضربات عنيفة للغاية على هذه المنطقة عندما وصلت لها القوات الأوكرانية من عملية التقدم الذي حققته، طبعا بكل تأكيد ضربوا القوات الأوكرانية التي وصلت إلى هذه الغابات واضطرت القوات الأوكرانية أن تنسحب من هذه المنطقة، ولنلقي نظرة على شاشة الكبيرة الآن طبيعة القصف الذي جاء طبعا الليلي من قبل القوات الروسية على القوات الأوكرانية، وهنا عندما تلقي نظرة عن طبيعة هذه الاستهدافات ستلاحظ فعلا بأنك أمام استهدافين، مدرعات دبابات هي التي طبعا وحتى مدرعات خاصة بالمشاة كانت قد تحركت في هذه المنطقة، تمكنت القوات الروسية من ضربها طبعا وأدت هذه الضربات إلى خسائر بين القوات الأوكرانية بكل تأكيد، ولكن في نفس الوقت أيضا أن القوات الروسية عندما قامت بهذه الضربات حقيقة في هذه المنطقة وقامت بعملية التقدم، ولنأخذ صورة أوضح هنا
في القمر الصناعي بهذا الشكل، ستلاحظ بأن هنالك نوعا ما في هذه المنطقة طريق بهذا الاتجاه، بأن هنالك بعد هذه الاستهدافات لهذه المنطقة لنقترب منها قليلا، هذه المنطقة التي كنا نتحدث عنها، بأن القوات الروسية بعد هذا الضرب وبعد هذا القصف بدأوا بعملية التقدم بهذا الطريق الذي ترونه أمامكم بهذا الشكل، وهنا جاءت القوات الأوكرانية لتقصف القوات الروسية بشكل عنيف للغاية. ودعونا نذهب إلى المقطع لعمليات القصف للقوات الأوكرانية على القوات الروسية التي طبعا جاءت بهذا الشكل، هذه طبعا تأتي من الجهة المعاكسة، هنا القوات الروسية تتحرك طبعا كما تلاحظ بهذا الشكل، وبعدها جاءت الضربات الأوكرانية على القوات الروسية، بالتالي هنالك كر وفر، لكن الروس لا يستسلمون في هذه المعركة ويحاولون إطالة النفس مع الأوكرانيين بكل تأكيد. وأيضا واحدة من النقاط المهمة التي الآن تجري فيها المعارك هي منطقة مهمة جدا، ألا وهي طبعا منطقة باخموت. إذا ما اتجهنا الآن إلى منطقة باخموت بهذا الاتجاه، طبعا ستلاحظ بأننا طبعا هذه هي مدينة باخموت، أين هي؟ هذه كوردوميفكا، وطبعا هنا مدينة طبعا أوبتنا، لنأخذ صورة أوضح باللون الأبيض لكي نلاحظ هذه المنطقة بوضوح، وهذه هي باخموت طبعا. وإذا ما لاحظت، إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا، المعركة الكبيرة هي تجري أساسا في كليتشيفكا، عندما تقترب من كليتشيفكا ستلاحظ أن القوات الأوكرانية تتقدم، لاحظ في 9 يوليو وكذلك في 10 وفي 11 وفي 13، تقدم خطير للقوات الأوكرانية باتجاه كليتشيفكا، سيطروا على كل المرتفعات في هذه المنطقة، أصبحت ناريا مسيطر عليها كليتشيفكا، وممكن في أي لحظة ترى القوات الأوكرانية مسيطرة على هذه المنطقة التي طبعا تعتبر نقطة مهمة استراتيجيا جنوب باخموت. إلا أن طبعا موقع ريبار الروسي كان قد أكد بأن هنالك هجوما مضادا روسيا قد جرى في كليتشيفكا، وقاموا بالسيطرة على العديد من النقاط التي تقدمت لها القوات الأوكرانية طبعا في هذه المنطقة. وأيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن القوات الشيشانية، قوات أحمد الشيشانية، كانت قد دخلت إلى منطقة باخموت، وأن النقطة التي دخلوا إليها وبدأوا يقاتلون فيها الأوكرانيين هي كليتشيفكا، بالتالي هي معركة دفاعية ناجحة حتى هذه اللحظة، رغم التراجع في عدد من النقاط لصالح الأوكرانيين، إلا أن ليس هنالك شيئا كبيرا تحقق للأوكرانيين حتى هذه اللحظة، وهذا ما يهدد بأن أوكرانيا قد يكون، وقد يكون الصيف الحالي هو الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وتخسر كل شيء، وواضح بأننا أمام تصعيد في السلاح كبير من قبل روسيا.